بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. مجلس إدارة الأهلي يناقش أزمة اللائحة الاسترشادية. الأمن يوافق على حضور 20,000 مشجع لمباراة الأهلي والترجي. وكيل لجنة الرياضة بالبرلمان يدعم الأهلي. مجددا والى التفاصيل. يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر الآن اجتماعا مهما في مقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الأمور الهامة والتي تخص النادي. ومن المنتظر أن يناقش المجلس برئاسة المهندس محمود طاهر تداعيات الأزمة الحالية بين النادي واللجنة الأولمبية بسبب اللائحة الاسترشادية، إلى جانب اتخاذ قرار بشأن إقامة الجمعية العمومية للنادي على يومين بدلا من يوم واحد. وحدد مجلس الأهلي يومي 25 و26 أغسطس الجاري لعقد عموميته في فرعي الجزيرة ومدينة مصر. أكد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أنه لا يوجد صراع مع اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة أو حتى مجلس النواب مثلما يحاول البعض أن يردد ويزج باسم النادي الأهلي ومجلس إدارته في صراعات لا محل لها من الإعراب. وأكد المهندس محمود طاهر أن كل ما تشهده الساحة الرياضية الآن هو خلاف في وجهات النظر تهدف إلى الصالح العام، مشددا على أن الأهلي ليس في معركة مع أي طرف. وشدد على احترامه للجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، موضحا أن كل ما يدور الآن هو نقاش في وجهات النظر في إطار سعي الأهلي لتفعيل المواثيق الأولمبية والدولية بتفعيل وتعظيم دور الجمعيات العمومية، وهو ما يسمح له بالنقاش في هذا الإطار. وكشف طاهر عن جلسة جمعته في وقت سابق بالمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أبدى خلالها دعمه لدور اللجنة الأولمبية في تفعيل القانون والعمل به، مع ضرورة النظر لشروط اكتمال النصاب القانوني لجمعية الأهلي يوم 25 أغسطس لمناقشة لائحته الخاصة، لأنها شروط تعجيزية ولا مبرر لها. الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على احترامه الشديد للمهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدا أنه متوافق مع مجلس الأهلي في العديد من النقاط والتي يعترض عليها النادي في اللائحة الاسترشادية. وقال حسين أنه متوافق مع مجلس الأهلي في عدد من النقاط، أهمها العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني والذي يعتبر مبالغ فيه، موضحا أن الأهلي اعترض على الأمر بشكل محترم خلال اجتماعه في مجلس النواب. وأوضح أنه متفهم لكافة طلبات الأهلي بشأن الاستقلال بلائحته الخاصة، وكذلك موعد وطريقة عقد الجمعية العمومية والعدد المطلوب لحضور الجمعية العمومية للموافقة على اللائحة، ولكنه يثق في قدرة الأهلي على التشاور دون أي صدمات لتحقيق أهدافه، مؤكدا أن اللائحة الاسترشادية لم تتضمن بند يمنع الأهلي من إقامة جمعيته العمومية على يوم.
يعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين على قائمة اللاعبين المرشحة لخوض مباراة سموحة بعد غد في نصف نهائي كأس مصر، وذلك عقب تدريب اليوم والذي انطلق منذ لحظات على ملعب مختار التشفي فرع النادي بالجزيرة. وتتوجه بعثة الفريق إلى الإسكندرية عقب انتهاء المران على أن يخوض الفريق تدريبه الأخير غدا بالإسكندرية قبل المواجهة المرتقبة والمقرر لها 8 مساء الأربعاء على استاد برج العرب. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي. حازم اهلا بيك. حازم، في البدايه احكي لنا عن الاجواء الحاليه لتدريب النهارده. بالفعل فيروز، التمرين بدا الساعه 5:30، بداوا كابتن حسام البدري بتعليمات في بدايه التمرين، كشف فيها عن اوجه القوه والضعف في فريق سموحه. بعد كده بدا التمرين بالاحماء وتمرينات بدنيه. في الوقت الحالي قسم كابتن حسام البدري الفريق لمجموعتين بيأدوا بعض التدريبات او الجمل التكتيكيه اللي هو هنشوفها ان شاء الله باذن الله في ماتش سموحه. نعم، طيب هل اظهر التمرين ملامح تشكيل الاهلي امام سموحه ولا لسه؟ هو بالفعل بعد قليل ان شاء الله باذن الله هنشوف التقسيمه هتبان اكتر، هيبان ان في تقسيمه النهارده وفي تمرين بكره هيبقى في تقسيمه برضه. لكن اللي اتاكد طبعا غيابهم عن المباراه فتحي العطول على 3 اصابات، سعد سمير الاصابه في العضله الاماميه، لكن كل اللعيبه جاهزه وكلهم في التمرين دلوقتي وبيقدموا التدريبات بروح عاليه جدا وكلهم اصرار على ان هم يجتازوا ماتش سموحه ويوصلوا الدور النهائي ان شاء الله. باذن الله. حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معانا عبر الهاتف، واكيد كل التوفيق للفريق الاول. تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر موافقة رسمية من جانب وزارة الداخلية على حضور 20,000 مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها أحد أيام 15 16 أو 17 من سبتمبر الماضي. ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر مباراة الأهلي والترجي بالتنسيق مع الأمن قبل اللقاء بأربعة أيام، وصعد الأهلي إلى دور الثمانية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف الوداد المغربي. أعلن اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي تلقيه إخطارا من اتحاد الكرة اليوم الاثنين بشأن الإجراءات التنظيمية لمسابقات الموسم الجديد وعملية قيد اللاعبين. وأخبر اتحاد الكرة النادي الأهلي بأن قائمة الفريق للموسم الجديد ستتضمن 30 لاعبا للفريق الأول وأيضا لفرق 97 99 و2000، بينما تضم قائمة فريقي 2001-2002 35 لاعب لكل فريق، فيما ستتكون قائمة فريق 2003 من 45 لاعب. كما أبلغ اتحاد الكرة نادي الأهلي بموعد القيد الأول لقائمة الفريق الجديدة بداية من 10 أغسطس الجاري وحتى 18 أغسطس، بينما ستكون فترة التسجيل الشتوية بداية من 1-31 يناير من العام المقبل. تلقى اتحاد الكرة المصري موافقة الأمن على حضور 60,000 مشجع لمباراة المنتخب مع أوغندا والتي تقام يوم 5 سبتمبر القادم باستاد برج العرب ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال روسيا 2018. وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن موافقة الأمن على زيادة أعداد الجماهير بسبب أهمية اللقاء في المشوار نحو
حلم التأهل للمونديال، ومن المقرر أن يواجه المنتخب نظيره الأوغندي مرتين، الأولى يوم 31 أغسطس الجاري في الجولة الثالثة، والمباراة الثانية يوم 5 سبتمبر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة للمونديال، حيث يحتل المنتخب المركز الأول برصيد 6 نقاط. اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الجنوب افريقي فيكتور ميغال لادارة مباراة مصر واوغندا يوم 5 سبتمبر القادم في الجولة الرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال روسيا 2018. وكان الكاف قد اعلن عن موعد مباراة الجولة الثالثة بين المنتخبين، المباراة الاولى تقام يوم 31 اغسطس الجاري في العاصمة كامبالا تحت قيادة الحكم الموريتاني بوشعيب لمغيرفي. وأثار الحكم الموريتاني لمغيرفي جدلا كبيرا خلال مشاركته في البطولة العربية للأندية بعدما ساهم بشكل كبير في خروج الأهلي من نصف النهائي على يد الفيصلي الأردني بسبب بعض القرارات العكسية. يبدأ المنتخب الوطني للمحليين بقيادة حمادة صدقي معسكرا مغلقا بالإسكندرية اعتبارا من اليوم حتى يوم 15 أغسطس الجاري استعدادا للقاء المنتخب المغربي يومي 13 أغسطس بالإسكندرية و18 أغسطس بالرباط في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2018. وكان المنتخب قد خاض تدريباته لمدة 5 أيام في معسكر مغلق بمدينة 6 أكتوبر، وحصل اللاعبون على راحة أمس الأحد قبل التجمع صباح اليوم بمركز المنتخبات الوطنية للسفر للإسكندرية. قال الأمير تركي بن خالد بن فيصل آل سعود رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أنه تقرر إقامة البطولة العربية في النسخة المقبلة في المغرب خلال العام المقبل. وأوضح الأمير تركي بن خالد أن البطولة ستقام في شهر يوليو في ذات التوقيت والذي أقيمت فيه النسخة الأولى في مصر، ولكنها ستنتقل إلى المغرب. وأشاد رئيس الاتحاد العربي بالبطولة الأولى والتنظيم الرائع من الجانب المصري متمنيا أن تخرج بقية النسخ بشكل أفضل من أجل تطوير كرة القدم العربية في السنوات المقبلة. وكان الترجي التونسي قد توج أمس بلقب البطولة العربية للأندية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الفيصلي الأردني بالفوز في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتي أسدل الستار عليها أمس في استاد الإسكندرية. قال المونتينيغري نيبوتشا يوفوفيتش المدير الفني للفيصلي الأردني أنه راض عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام الترجي التونسي في نهائي البطولة العربية للأندية. وأضاف نيبوتشا أن فريقه نجح في العودة بعد التأخر بهدفين، ولكن حكم المباراة أخطأ في الهدف الثالث والذي منح الترجي الفوز على حد تعبيره. وهنأ مدرب الفيصلي فريق الترجي التونسي بالفوز بالبطولة وتحقيق اللقب العربي متمنيا التوفيق لفريقه في المباريات المقبلة. أوصت لجنة المنظمة للبطولة العربية بفرض غرامات ضخمة على الفيصلي الأردني قد تصل إلى الحرمان من المشاركة في البطولة لمدة 5 سنوات مقبلة بعد أحداث الشغب والتي تسبب فيها مسؤولي الفيصلي
عقب نهاية مباراة الترجي التونسي. ووفقا للائحة البطولة سيتم توقيع عقوبة 1000 دولار على الهتافات الجماعية و1500 دولار بسبب إلقاء الحجارة والزجاجات على الحكم وغرامة 5000 دولار بسبب تحطيم كراسي الملعب بجانب تحمل النادي للتلفيات بعد حصرها و1500 دولار بسبب اعتداء أحد الإداريين على الحكم. هنا يأتي الفرق فهي قلعة المبادئ. أكيد لا ننسى أن الفريق الأول غادر مباراة نصف النهائي أمام الترجي بعد تعرضه لظلم شديد جدا بكل روح رياضية. أكيد ألف مبروك للترجي التونسي. في خبر آخر أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية لكرة القدم التشكيلة المثالية للنسخة والتي اختتمت أمس وفاز بلقبها الترجي التونسي عقب التغلب على الفيصلي الأردني بنتيجة 3-2 مساء الأحد باستاد الإسكندرية. وسيطر فريقا الترجي والفيصلي على التشكيلة المثالية للبطولة مع فريق الفتح الرباطي المغربي، وخلت من الأهلي والزمالك ممثلي الكرة المصرية، وضمت التشكيلة المثالية كل من معتز ياسين لحراسة المرمى الفيصلي، خليل شمام وعلي المشاني الترجي، عدي زهران من الفيصلي لخط الدفاع، وأيوب سكومة من الفتح، ودومينيك من الفيصلي، وغيلان الشعلالي وأنيس البدري من الترجي في الوسط، ويوسف الرواشدة وأكرم الزوي من الفيصلي، ومحمد فوزير من الفتح في الهجوم. شأن العالمي، حيث أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن اللاعب الفرنسي الصاعد كيليان مبابي لاعب موناكو هو الهدف الجديد لباريس سان جيرمان، وهذا النادي مستعد لدفع 180 مليون يورو لموناكو مقابل الحصول على خدماته. وقالت صحيفة ليكيب أن ملاك النادي الفرنسي يسعون لتشكيل خط هجوم ثلاثي مكون من البرازيلي نيمار والذي انضم مؤخرا من برشلونة الأسباني وكافاني ومبابي، فيما قالت صحيفة لباريزيان أن وصول نيمار لنادي العاصمة الفرنسية جعل باريس سان جيرمان وجهة رئيسية لمبابي والذي يرغب في مشاركة نيمار الدفاع عن ألوان الفريق الباريسي. ساند النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو مواطنه نيمار دا سيلفا بعد قراره بفسخ تعاقده مع برشلونة الإسباني والبالغ 222 مليون يورو والانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. قال رونالدينيو أنه يأمل أن يواصل نيمار دا سيلفا إسعاد جماهير كرة القدم مع النادي الفرنسي، مشددا على سعادته بخطوة اللاعب الجديدة. قال ميتشيل زوركا المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني أنه لا يعلم شيء عن وجود اتفاق بين الفرنسي عثمان دامبلي لاعب أسود الفستيفال وبرشلونة الإسباني للانضمام للقلعة الكتالونية خلال الصيف الجاري. وقال زوركا لا أعلم أي شيء عن المفاوضات بين برشلونة ودامبلي، مشيرا إلى أن الشائعات تلاحق النادي بصفة مستمرة، وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن برشلونة يرغب في التعاقد مع ديمبلي مقابل 100 مليون يورو.
متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من جريدة الأخبار. القلعة الحمراء تجدد لمتابعة. ونقرأ في جريدة الجمهورية، البدري يستعين بالتشكيلة الأساسية أمام سموحة. أما في جريدة الوفد، فحص طبي لحارس الأهلي قبل ميران اليوم. وفي المصري اليوم، اجتماع مهم لمجلس إدارة الأهلي اليوم لإنهاء ملف اللائحة العمومية. أما في الوطن سبورت، إكرامي يعود أمام سموحة. ومن الشروق نقرأ، الجهة الإدارية تتراجع، مجالس الأندية هي المسؤولة عن إدراج أعضاء الفروع ضمن الجمعية العمومية. أما في الدستور، الليلة الأهلي يعلن قائمته أمام سموحة. ومن فيتو نقرأ، محمد نجيب يعود لقائمة الأهلي أمام سموحة. وفي موقع يلا كورة، البدري انتقال حمدي إلى أودينيزي سيفيد الأهلي مادي. أما في موقع الأهلي دوت كوم، أحمد فتحي ينتظم في ميران الأهلي. وأخيرا من يور سبورت عربية، البدري يستقر على ثلاثي القائمة الأفريقية. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.